السلام عليكم أصدقائي محبي الأخبار والمعرفة، تحية طيبة لكم. يوم الأحد 22 من شهر مارس 2020، وصلت الحالات في ألمانيا إلى 24714، شفي 266 وتوفي 92. تم اليوم اجتماع جد مهم للسيدة ميركل ورؤساء حكومة المقاطعات 16 لألمانيا من أجل رغبتهم توحيد الكلمة والقوانين، لأنه في الأيام الأخيرة كل مقاطعة اتخذت قوانين متشددة تشمل نفسها. هذا الأمر أدى إلى انتقادات كبيرة للنظام الفيدرالي الألماني ومطالب الشعب الألماني بتوحيد كلمة كل المقاطعات. حاولت السيدة ميركل وكل المقاطعات تفادي كلمة منع تجول، ولم يتم الإعلان عنه ولم يتم ذكرها، وتم تغيير كلمة منع التجول إلى كلمة منع التجمعات ومنع اللقاءات. خرجت بعد ذلك السيدة ميركل بكلمة للشعب الألماني، وقالت في بداية خطابها: لا يوجد حاليا دواء، لا يوجد حاليا لقاح، لذلك ضروري علينا الالتزام والتعاون كي نحمي نظامنا الصحي ونحمي الناس ونحمي أنفسنا من المرض. منع التجمعات ومنع خروج أكثر من شخصين إلى الشارع. أكثر من شخصين في الشارع سوف يؤدي إلى تعرض الأشخاص إلى غرامة مالية، أو ممكن اعتبار الأمر خرقا للقانون، وتعرض الأشخاص لعقوبة قانونية وجنائية. قالت: هناك بعض الاستثناءات بالنسبة للأسرة الصغيرة، الأب والأم وطفل، الأب والأم وطفلين إلى آخره. واحد بالشارع قالت يكفي، أو اثنين بالشارع على الأكثر. التزام عدم الاقتراب من الأشخاص في الشارع، مسافة تكون بينكم متر ونصف إلى مترين، يعني إذا خرجتم إلى الشارع وكنتم متوجهين إلى العمل أو إلى السوبر ماركت أو أمر آخر، دائما ابتعدوا عن الأشخاص الذين يأتون بجانبكم مترين على الأقل، كي لا يتم كي تتفادوا المشاكل مع الشرطة ويقولون لكم هناك تجمع. منع التجمعات في البيوت، منع العزومات، منع الزيارات. من يخالف هذا الأمر سيتعرض إلى عقوبة قانونية. ستتم هناك مراقبة صارمة من الشرطة ومن الأوردنونسامت التابع للبلديات. إذا أحسوا بشيء أو جاءهم بلاغ من عند أحد الجيران وجاءوا عندكم إلى الشقة ووجدوا أن الشخص عامل عزومة أو عامل تجمعات أو زيارة، فسوف يعتبر هذا الأمر خرقا للقانون والتعرض إلى عقوبات. غلق المطاعم، غلق محلات الحلاقة، غلق محلات كوسميتيك الخاصة بالزينة للبنات، غلق محلات تاتو الوشم. بالنسبة للمطاعم تغلق، لكن يسمح للمطاعم بأن تعمل ليفرونغ، طلبيات الأكل إلى البيت وتوصيل طلبيات الأكل إلى البيت. أيضا يسمح بأن المطعم يمكن أن يأخذ الطلبية عن طريق الهاتف، يجهز الأكل، يأتي الشخص يأخذ أكله من النافذة ويأكل في بيته. الإجراءات التي تم الإعلان عنها سوف تأخذ أسبوعين بداية من يوم الاثنين. يسمح بالخروج من البيت للذهاب إلى العمل، الذهاب إلى السوبر ماركت، الذهاب إلى الطبيب، الذهاب إلى الصيدلية. قالت السيدة ميركل أيضا يسمح بعمل الرياضة، رياضة الجري في الطبيعة، شخص واحد. الابتعاد عن الناس الأخرى، التنزه مسموح به لشخص واحد أو على الأكثر شخصين. نصيحة مني أيضا إليكم أصدقائي، إذا التقيتم بالشارع بأحد الأشخاص تعرفونه، أو التقيتم بعائلة أو جيران أو أشخاص تعرفونهم، حاولوا الابتعاد عنهم مترين أو ثلاثة، يعني كي لا يتم إذا جاءت الشرطة ورأتكم كي لا يتم خرق للقانون أصدقائي. وقالت السيدة ميركل: نحن نحتاج وقت للانتصار على الفيروس، أرجوكم التزموا واعملوا ما هو في صالح وطننا وبلدنا، تعاونوا معنا،
قللوا، يجب تقليل الطلعات، يجب تقليل الخرجات، يجب تقليل التجمعات. بالنسبة لمن يعمل في المعمل أو المصانع قالت غير ملزمين بشخصين فقط في المعمل أو ثلاثة، قالت هذه الأمور لا تلزم من يعمل في المعامل أو المصانع أو المخازن إلى آخره، هذه الأمور خاصة بصاحب العمل لكن بالشارع. قالت بأنه يجب علينا أن نقلل من خرجاتنا ومن طلعاتنا، نخرج فقط للأمور اللازمة، الأمور الضرورية من أجل سلامتنا، من أجل سلامة المجتمع، وكي تنتهي هذه الأزمة بسرعة. كلما التزمنا بالقوانين كلما انتهت هذه الأزمة بسرعة وعادت حياتنا الطبيعية لما كانت عليه. نتمنى إن شاء الله من الجميع أن يلتزموا بهذه الأمور كي ننتهي بسرعة من هذا الأمر، ونتمنى إن شاء الله إيجاد لقاح ودواء، رغم أنه إيجاد لقاح ودواء سوف يأخذ 6 أشهر إلى سنة أو سنة وشهرين إلى آخره، يعني ليس بالأمر السهل. لكن إذا قمنا بحصر المرض بسرعة وتعاوننا وقللنا من الخرجات ومن الطلعات، فإنه بعد 2 3 شهور إن شاء الله سترجع الحياة إلى طبيعتها كما حصل في الصين. لذلك واجبنا أن نلتزم، وإن شاء الله سوف نصبر ونلتزم وننتصر في الأخير. شكرا للمتابعة، السلام عليكم، إلى اللقاء.